محمد طاهر من بورسعيد، اتفرجت على برنامج استاذ طارق اعلام هو دوت، واتصلت بيهم وهم اتواصلوا معايا على الصفحه وردوا عليا وقالوا لي تعالي النهارده عشان اكشف واشوف العمليه المناسبه ليا ايه. وشكرا للاستاذ طارق اعلام وشكرا لمؤسسه مصر الخير. محمد، احد حالات مسيره الخير في برنامج الاستاذ طارق علام هو ده ومؤسسه مصر الخير، جت النهارده تكشف ونشوف ايه اللي هيناسبها من عمليات السمنه اللي مسبب لها. طبعا سمنه عندها وزنها حوالي 210 كيلو، مسبب لها برده طبعا عدم القدره على ممارسه اعباء الحياه نفسها ونفسها، وعندها حساسيه على صدرها، ويعني في امراض كثيره مسببها السمنه. ولجأت اخيرا لعمليات السمنه، جات وخدنا التاريخ المرضي منها وشرحنا لها ايه الفرق ما بين عمليه تكميم المعده وتحويل مسار المعده. طبعا هي اختارت عمليه تكميم المعده مع ان احنا بنفضل ليها تحويل مسار، فهيبقى في قاعده ثانيه وثالثه مع التحضيرات اللي احنا بنعملها، بحيث ان احنا برضو نلجأ في الاخر ايه الافضل ليها، اللي هيكون افضل ليها سواء تحويل مسار او تكميم المعده، لان طبعا بيبقى في تعليمات مع كل عمليه غير الثانيه، العلاجات والحاجات الفيتامينات والكلام ده اللي احنا بناخدها بعد كده، كل ده لازم نعرف منها هتلتزم ازاي في عمليه تكميم او في عمليه تحويل مسار. بدأنا بالفعل ان احنا نديها التحاليل والاجراءات اللي هي هتعملها، بحيث ان احنا بعد كده هنحدد ان شاء الله ايه اللي يناسبها اكتر سواء التكميم او التحويل، وبعد كده ان شاء الله تخش العمليه ونبدأ معاها الاجراءات.